عارف انه عم تحكي عنا الحكاية. مرحبا ابو سليم. اهلا اهلا ابو نصر. كيف الشغل؟ ماشي الحال؟ ماشي الحال. شو مبين لابس كل تيابك؟ كيف رايك بهالطقم يا ابو سليم؟ لا تمام. قلي ابو نصر. شو بدي قلي؟ بعدك عم تستاجروا هالطقم ولا اشتريته؟ بالاجار يا ابو سليم. لك بس هيدي غير الطقم هذيك، هذا موديل تاني. ها كيف رايك؟ ايه معقول. ليش ما بتشتري بقى وبتخلص من الاجارات يا ابو نصر؟ لك يا خي، هذا حق الطقم بيسوى شي 500-600 ألف ليرة، من وين بدي اجيبهم؟ 500-600 ألف ليرة طقم؟ بس نصمد شوية مصريات ونشتري طقم. ايه خير، عوين رايح؟ اليوم عندي حفلتين. يا سلام. ما حفلة؟ ايه حفلة منيكل فيها وحفلة منصمضه. ايه شو رأيك؟ يعطيك العافية. فهمين عم يجي لعندي؟ ايه لك ذكرتني بفهمين. لك ليش ما بتاخدوا معك على شي حفلة او بتاخدوا على الحفلات؟ بدق لك على هالطبلة. شوف يا ابو سليم، هذا فهمين ما خرجوا يشتغل ولا شغلة. هذا ما همه إلا كيف بده يجمع مصاري، بس يشوف من هون ومن هون ومن هون، ما بده يشتغل. انصحته قلت له يا فهمين مشي معي لمرنك على الطبلة، بصير باخذك حفلات وبتطلع مصاري. ما عجبه. ما بده. وبتعرف اليوم عازف الطبلة يا أبو سليم بيطلع أكتر من مدير شركة. بعرف، بس ما عطول بيشتغل، يوم بيشتغل يوم بيتعطل، يوم بيشتغل يوم بيتعطل. لا 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 لا، هلأ على طول في شغل. ها؟ وأنا بستأذن هلأ أبو سليم، تأمر شيء؟ ولك روح موفق يا أبو نصرة. خاطرك. الله معك. ايه مرحبا ابو سليم. مرحبا ابو سليم. اهلا 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 فهمين. اما تلقى يجيب لك معي زبون بيقعد بخاطرك مطلب، بس مطلب اصلي. واب قوم. مرحبا لك. شرفنا. ايه احلى مطلب. ايه واطف سعد. ايوه تشرف. ابو سليم الطبل. يا هلا. احلى محل موسيقى بالمنطقه. خيك ابو سليم. يا ما ابو سليم. ايه بدك تدبل لي تيعود. أيوة. بس عود يكون مرتب وعلى ضوءك. شو يعني؟ يعني عود في لفع تمام يليق بالمقام. جايبه معك بدك عموله عليه؟ ايه بس لازم تعرف انا لا بدفع عموله ولا بدفع كوميسيون. شو هالحديث هذا لك ابو سليم؟ عفوا لا تاخذني خي واطيب. بدي عود ملتب ملتب، فهمت علي؟ تو يكون كويس مضبوط. ايوه بدنا نبيض بسنك. هلا بتاخد عود يا خي واطيب على ذوقك. ابو سليم كويس وبيحب الفنانين. خلينا نشوف. ايوه مثل البيانو. هلو بيعود كويس. كيف تمام؟ تمام تمام. هو كتير كويس. ده حقه ابو سليم؟ هيدا حقه 15 ألف، بس لأنه جاي معك بدي أعمل له سعر خاص 9000 ليرة. 9000 ليرة. 9000 ليرة؟ أيوة. لا 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 أبو سليم. إيه دبلوا يا شوي، دبلوا يا كرميلي. أنا شو يعني دبره؟ يعني نزلوا سعره شوي. هيك معناته نزل سعره؟ إيه نزل لحد ما فيك، لأنه بدنا نخدمه. ما بدنا نخدمه حتى يعرف إنه عم دافع عنه. أنا شو ما بتلضى ما بيلضى ما بيلضى. وينك؟ أنا ما عندي مانع خليه على هالسعر كرمالك وكرماله، بس إذا بيستاهل هالعود، لأنه هذا العود اللي لازم يشتريه لازم يكون عنده صوت حلو. يا خي واطيب تستفيد الناس. إذا كان عذبك منعطي حقه، ومن عذبك منشوف غيره. ظلبه طيب. طالع ما تخطر فيها. تفضل خذ اللي يحتك وظلبه مضبوط. تفضل. أو ناخذ خيار. Thank you.
حبيبي يا واثق يا حبيبي. بتقول لي عود تمام هذا العود تمام بجنن بجنن. ايه فاذا نعطيه حقه اكيد. ايه تحت عاز فمين هلا قال تسعه. ايه عن الضغط طيب وتليم. هو قال تسعه بس احنا خلينا نعطيه اثنين جديده حتى كل ما قلنا في متى بيعطينا اياه. لحظه ابو سليم لحظه. ايه تكرم عينك يا ابو سليم. ايه معلوم ابو سليم اخونا الداتا دول هي دول يمكن 15 15 خد انت هدول الله وصبقني انا لاحقك عرفت كيف؟ يلا لا اعطيه حتبه لابو سليم. هلا اشوفك انا. ايه ايه لاحق انا على طول عرفت كيف؟ سليم؟ ايه هيك هي ستي. ست شو؟ 6000. لشو 6000 حقه تسعة؟ لك ما انت قلت له انا نزل ستة. انا قلت له ستة ولا تسعة؟ لا قلت له ستة معقولة؟ لا 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 قلت له انا تسعة يا فامي. انت خذ خذهم كله ما بدي وما بدي شيء. هلا عم جيب لك زبون لحتى تستفاد منه اكثر من معي يا ابو سليم. خذهم كله ما بدي خذهم 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 خلاص ما بتوفي يا فامير رسمي له اثنين اكيد بيعوا بستة. خيي خذهم كله ما بدي اياهم يا ابو سليم. ها عبهم يا خيي وخذهم تحتنا على البق ما بدي شيء. انا بجيب لك زبون حتى انت تستفاد وانا استفدت بكم ليره. كل ما جبت لك زبون تعمل لي هاللي وين معقول لك يا ابو سليم؟ لك خودي خمسة هلا زين لعندك احنا مثلا شغله بتزهينا بشغله تانية. بدك تروح معي يا ابو سليم؟ عوام بدي اروح معي في هدول تاعهم سلكة النتيجة للخطام. ايوه طالبين موظف يكون له خبرة ومعه شهادات. له خبرة ومعه شهادات وانت شو دخلك؟ لا معك خبرة ولا معك شهادات؟ ما انا مثلا هاخذه حتى تروح تعمل لي واسطة. انا اعمل لك واسطة؟ مين بعرف لا اعمل لك واسطة انا؟ ملوي يا ابو سليم انت بتعرف عالم كتير بتروح بتقول لهم فهمان ادمي وصفوه بوصفوني. خلاص بس انا اروح لهم فهمان ادمي وصفوه بوصفوه. هلا مثلا قلت لك انت نحن اللي عندك لك يا ابو سليم ضيعتنا. انا ما بعرف حدا. هذا اليوم شو هيدي؟ هيدي حكمة بتقول لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. يعني اللي فيك تعمله اليوم ما تتكسلن وما تسويه وتنام تقول بكره بسويه. لا اعمله اليوم وبكره بتلاقي حالك كمان انه العمل اللي بدك تعمله بكره معك. كمان ما تاجله لبعد بكره. معك حق ابو سليم. فيك تعيرني هيدي شوي؟ ده شو بدي اعيرك ايه؟ هيدي بدها تكون سيادتي وواسطتي وهيدي اللي بدها توظفني. هيدي بتوصفك؟ ايوه. اذا كان هيدي هي بتوصفك وبتعمل فيها انا ما عندي مانع. محلي فيها تفضل. وبلا تلك ايه بعد كام يوم تفضل يسلموا هديت. يلا خطك ابو سليم. تعال تفضل. وين خط المصريات؟ ولك ما عم تقول بدك مصرياتك. بدي 9000. 9000 اعطيني 1000 معك 1000. لشو بدي اعطيك 1000؟ يا اعطيني 1000 بصير بدك مني عطله فرض ما الله من حظك فيهم. ايه بصير 10 10 2 3 وهي 4 هي 1000 ليره. خلص انا 6000 بطلب عطلك اليوم. بقيف 6000. وأرجو بعد انتهاء هذه الرسالة أن يكون ردك فيه الموافقة. الأمضاء شريف شرف. أنس نوال من فضلك ممكن تقريها من الأول؟ حاضر. عزيزتي نون، أتقدم لحضرتك بتحديد موعد لمقابلة أهلك الكرام لبحث موضوع طلب يدك الكريمة. صح. وإني مستعد أن أحضر إلى داركم العامرة لمقابلة والدك المحترم في أي وقت ترونه مناسبا، وأرجو بعد انتهاء هذه الرسالة أن يكون الرد فيه الموافقة. الإمضاء شريف شرف. أنس نوال شو رأيك بالرسالة؟ لا بأس منيحة. يعني موافقة على شو حضرة المدير؟ على نعم أمر؟ حضرة المدير موجود؟ شو بتريد منه؟ أنا عاوزه شخصيا. فيني أقدر أعرف بشو فيني أخدمك أنا المدير؟ أهلا 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 وتعالا أهلا أهلا. ألو؟ نعم. لا لا تشتري خليها لبكرة، يمكن يغلى السعر بكرة. طيب يا أخي أنت بتاخد أوامرك مني، ما بتسمع شو بيقولوا؟ في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. ما بتشتري إلا لما أنا بقلك. مع السلامة. شو مبين انت ها؟ ما أنا ناطلك قبل كل شيء. اسمح لي حضرة المدير حتى ما تزعل مني من أول مقابلة، أنا سألت الحاضر بالله على الباب قال لي المدير موجود. قلت له وين حضرته؟ قال لي تقال السكرتيرة.
رحت سألت عن السكرتيرة، قالوا لي السكرتيرة موجودة عند حضرة المدير، فأنا سلفت لعندك مثال أمل صغير. فيني أعرف شو سبب هالزيارة؟ أولا كيفك، كيف الصحة، كيف العيلة، كيف ولادك؟ أنا مني مجوز؟ عقبالك. حضرة المدير أنا قليت عنكم بهيدي الزليدة كاتبين بدكم موظف محترم. ومين قال لك انه طلبات الوظيفة موجودة عندي هون بالمكتب؟ روح شوف المحاسبة. ما انا خصوصي زيل عندك حتى تكون انت واسطتي، وانا اكيد انك حتكون مبسوط مني كتير. انت شو بتعرف تشتغل؟ كرسي، كرسي. وين كنت تشتغل قبل هلا؟ اشتغلت عند تاز القماس محترم كتير 15 اليوم، بعد ال 15 اليوم فلت وسكر. وغيره؟ استغلت فلكة نظرة في 10 ايام قامت احتلقت. يا حفيظ. واستغلت بمطعم، مطعم كويس كتير، 4-5 ايام قاموا سمموا الزبونات وسكلوا المحل. وبعدك واقف قدامي ها؟ اتفضل ضربها. حاضر. وقف برا. حاضر. شو قلتي لي انسة نوال موافقة؟ على شو حضرة المدير؟ على كل حال خلي الرسالة معك وادرسيها مظبوط وبعدين بتجاوبيني. حاضر. تفضل. شو عم تعمل هذا؟ نطلق لتخلص عوزك الكلمتين حضرة الموديل. ما بيسوى حضرتك انت كل شيء تستغله بايدك، لازم يكون عندك موظف يدير باله على مصلحتك حضرة الموديل. مثل شو يعني؟ يعني مثلا بدك تروح مشوار، بدك تعمل شغلة، بدك تعمل لك لواية، لازم يكون في شخص مهتم بأمورك كليا. صح ام لا؟ انت في معك شهادات؟ شهادتين، شهادة صحية وشهادة سواقة. شو اسمك؟ فهمان ابو الفهم. مبين بدك تجيب لي افادة حسن سلوك من محل ما كنت تشتغل سابقا. ايه انا عندي شهادة أهم من هالسيدات كل آيات اللي عم تطلبه. مثل شو يعني؟ لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. يعني اليوم لازم أعزمه. مين هي سيد خليل؟ أنا أطلق بي. ألو؟ نعم؟ واتصلتك شوي؟ أيوة أنا سكرتير المدير. لك أنت مين قالك رد؟ عفوا سيد سليف. قالوا نعم. لا شخص عندي هون بالمكتب. نعم؟ اشتري. يا خي ما تغير من هيج، اشتري. لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. اشتري وأنا المسؤول. مع السلامة. قلت لي شو اسمك؟ فهمتني. روح على قسم المحاسبة خليهم يعملوا لك ملف باسمك، وانا هلا بتصل فيهم بالتليفون وبحكي معهم. ممنونك يا حبيب قلبي. ممنون. هاي فهمين اتوظف بالشركة. طيب يا ابو سليم، وعلى شو اعتمدوا ووظفوه؟ اعتمدوا ووظفوه على الحكم اللي اخذها من عندي من هون، يلي بتقول لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. تعرف يا ابو سليم؟ ايه. وانا كمان عملت بحكمتك. شو؟ نايف وقت اللي كان حامل العود اللي عنده بده يبيعه، ايوه، قلت لي اشتريه يا ابو نصر اليوم، قلت لك لا خليه لبكره. ايه. قمت رحت واشتريته. أنا اشتريته ورايح شايفني نديم. أيوة. قال لي هيدا العود اللي اشتريته من نايف؟ قلت له أيوة. قال لي بتبيعني هو وبتاخد عليه مربحك 3000 ليرة؟ قلت له مبروك عليك، ربحنا 3000 ليرة. شفت؟ لو اجلت اشتريته لبكرة كان راح هو اشترى. فإذا الإنسان اللي فيه يعمله اليوم ما يأجله لبكرة. صحيح يا أبو سليم. مرحبا يا أبو سليم. أهلاً. مرحبا يا ابو نصلة. اهلا بفهمان افندي. كيف صحه الشباب؟ تمام. سعد انه ما في احترام، قوم وقف وقول له لريس فهمان تفضل ارتاح. تأمر يا ريس فهمان. تفضل ارتاح يا ريس فهمان. شكرا ومبروك الوظيفه. ممنونك كثير يا ابو نصلة.
الحقيقة أنا وظيفتي كتير كتير معقولة بالسلكة يا أبو طريق من بعد أملك لك في خدمة. حاضر ارتاح. كيف طمني مبسوط بهالشغل؟ طبعا مبسوط كتير. يعني بدك تقول بالسلكة في المدير وتاني واحد بالسلكة كلها تفهمان وبعض. يا سلام مش معقول. طبعا يا سلام. ودخلك شو عم يحسبوا لك معاش بهالشركة يا فهمان؟ باخد انا والمدير يا ابو سليم تقريبا 200,000 ليرة. اوف انت والمدير 200,000 ليرة؟ طيب شو بتاخد انت وشو بياخد المدير؟ قول مثلا يعني انا باخد 4,000 ليرة والمسكين بياخد الباقي. بعدين طبعا مضحك انت وياه. لا مشى كفي فلا. بعدين ابو نطلة بيبعتني بغلاط كتير انا زبليون. ايوه زبليون. شو بيبقى معي مصالي؟ ايه بيقول لي خليهم. يعني بتصمد وجيههم يا فهمان بتصمدهم؟ لا بياخذهم لالي بخشيش. يعني طبعا بخشيش لكن شو الحقيقه يا ابو نطلة انا عم بزعلك بحفله بس عطيل. ايوه مع مين عم تزعلي؟ مع الموديل كونه أنا شايف لك يا حاطط عينه على السكرتيرة بده يتزوزي. نعمل له حفلة؟ حفلة عطيل قداس بدك تاخد قدرتك؟ بدك تعطيني نصي يا خي. نصي نصي بس جيب لي الحفلة لعيونك. طيب هالكام يوم يا أبو نطلة؟ ماشي الحال. بتأمرت يا أبو سليم؟ لا بدي سلامتك بس يعني بدون يعني. أنا محترم كتير لأنه بتعرفني آدمي دغلي نصيد بعملي كويس. تمام أنا بعرفك أنك أنت إنسان بتمشي هاك هاك لتوصل. الحديث معك من النفع يا أبو سليم. خاطركم ما تنسى فهمان أفندي. أبدا هاي كلمة أفندي بدي أطلعك على شو هالفهمان يا ابو سليم هيدا؟ لك منيح منيح اللي اشتغلوا وارتحنا من مشاكل وبعض. اخ لو بعرف اقلا بس لعلي بسطيهم هالولا ما بعرف اقلا. ادخل. مرحبا. اهلا. شو ما شرف حضرة المدير؟ لو طلب حضرة المدير كنت شفته هو فات. في الملفات قل له انه امين جابهم. اها الله ما لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. حضرتك ايه؟ ايه هيدي انا جايب له اياها. كلك ذوق. ليك انت حضرتك هون بتشتغل محاطب ما هيك؟ تماما. قديش تقريبا انا عم بدهم يعطوني بالسهل؟ المدير بحدد المعاش. الو. نعم مين بدك؟ هون مكتب المدير يا حبيبي. شو دخل امين؟ السيد امين بمكتبه. الو مين سعيد؟ ليش عم تلفن لهم؟ طيب خلص بكره بجيب لك المصريات بس ما بقى تلفن لهون. ليك بس اعمل حسابك انه هي اخر مره بتعامل معك او بتضايق منك. مع السلامه. عذب عذب دلوحة كتير بس القصه هذه شو هي؟ اهلا 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 عذب مدير اهلا وسهلا. اتأخرت من الساعة. روح معنا دولاب على الطريق. ما بقى تعيدها مرة تانية. شو عم تقول؟ عم قول لو كنت أنا معك كنت أوام صلحت لك الدولاب وزيت أوام مع صلحك. مين جاب هالملفات لهان؟ المحاسب أمين. روح اندهلي لقلو. حاضر. ما بعرف شفته اخذ شيء من الخزنه ما عرفت شو هو وراح. والله ما بعرف. نعم حاضر. المدير عايزنا. تفضلي. حضرة المدير الانسه نوال عم تقول سيفته لامين فتح الخزنه ومكيس واخذ منه وضع للكيد. شو اخذ انسه نوال؟ ما عرفت شو اخذ حضره المدير فهمان. نعم انا مشغول كتير ما بدي حدا يزعجني. حاضر. يا فهمان وين نوال؟ عند المدير. طيب عوين رايح؟ لعند المدير. ما المدير موصى انه مشغول شوي ما بده حدا يزعجه. ما انا كمان عايزه بشغل. اتفضل اخو. اتفضل خلي ادخل.
الله معك حضرة المدير. أهلين. شو في يا خليل؟ شو في يا خليل؟ حضرة المدير بدي سلفي. بدك سلفي؟ روح على المحاسبة. السلفي كتير شوي لأنه بدي. شو بدك؟ بدي أتجوز. مبروك. ومين هي صاحبة الحظ السعيد؟ نوال حضرة المدير. نوال؟ شو أنا فاتح مكتب زواجها ولا مكتب شركي؟ اتفضل طلع برا برا. وانت يا نوال كيف بتقبلي تاخدي شخص لا قادر يأمن لك بيت ولا فرش ولا يأمن لك كل أسباب الراحة؟ حضرة مدير ما هلأ نحن رح نخطب خطبة بس. لا خطبة ولا زواج، روحي على شغلي. لو يا حضرة المدير لو ما بيطلع واحد مثل حكايتها اللي اسمه خليل يزمن لك بدنك هيك ما بيحلل. موظف فاشل. طبعا انا عم فكر اني اطرده وانا لحلوح بلغه من هلا انه مطلوب. شو قلتي يا نوال؟ ما بعرف، انا رايي لازم نطول بالنا شوي. لا يا نوال، اليوم ما قريت الشعار عند المدير لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. معك حق. لوين من غلطان؟ على المأذون. وبهالصلعة لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. حلو. تفضلي. نوال نوال لكم لك اتلقن يلوحوا لها بلا نظهر. حضرة المدير راح يتأخر. لا ما بقى اللي يزي. بس ما قلت اللي تبدك منه فيني ياخد مكان مسيه؟ هلا بيزي المدير ما بيطول. في مسألة خاصة بيني وبينه. مين سميح؟ تفضل طمني كيف هالشغل؟ حضرة المدير العمال بدهم الزودة. زودة شو؟ غلاء معيشة. على كل بعد اسبوع في عنا اجتماع مجلس إدارة ونخليه ينظر بمطالبهم. حضرة المدير العمال إذا ما أعطيتهم مطالبهم وزودة ما حيشتغلوا. أنا بعرف إنه بكلمتين منك بيقدروا يمشون هالأسبوع هلا لبينما يجتمع مجلس الإدارة. ما أنت بتقول عندك لا تأجل عمل اليوم إلى الغد؟ يا عمي ليش الناس عم تنظر لهالحكمة بمنظار غلط؟ غلط صح. أنا تسمح لي العمال إذا ما أخذوا مطالبهم عبكرة ما نازلين على الشغل. خاطركم. شو عم بيصير بهالشركة؟ ألو. نعم ألو. نعم أنا المدير. مين؟ والد الموظف؟ يا أخي عندي كذا موظف. أي موظف منهم؟ أمين؟ أنا بدي أعرف بس كيف سميته أمين وهيدا واحد لص حرامي. نعم؟ غلط؟ أخذن أرضى. أنا ما بعرف كيف موظف بيقرض نفسه بدون ما يراجع المدير. خلص غلط وما بقى يعيدها؟ وشو اللي بيضمن لي؟ أنا السبب؟ بشو أنا السبب؟ الحكم اللي عندي بتقول لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد؟ بكون أنا السبب؟ قل له ما يورجيني وشه بده يرجع الفلوس على اخر قرش. مع السلامة. طب بالك حضرة المدير لا عم تنبنى كل هالقد لغط ما يصير لغطة. الو. نعم نعم. ما ترد انت على التليفون. حاضر حاضر. الو. فريد. شو؟ برافو ربحت الشركة 10 ملايين؟ بشارة حلوة. شكرا. انا لما نبقل لك على شغلي بكون درسها مظبوط. طبعا هذا الشعار اللي عندي لا تؤجل عمل اليوم الى الغد هو كان السبب. لا انا تبقى بتصل فيك اذا جد شيء. مع السلامة.
كيف تفتلي هالتعال حضرت المدير؟ تفضل تفضل عاد محلي كمان. لا انت هالتعال كيف تفتلي هالتعال؟ الو ما ترد على التليفون. حاضر حاضر حاضر. الو اهلين اني سنوان كيفك؟ كيف جوزتي؟ مين جوزتي؟ الموظف خليل ما غيره؟ معقول؟ وما ناوية بقى تجي عالشغل؟ هيدا معقول؟ هيدا معقول تعميك يفرش لك بيت ويأمن لك كل أسباب الراحة؟ بتحبوا بعضكم؟ لا سلامتي، مع السلامة. طلع لك شوي. لا لا حضرتك قرب لهون شوي. لا لا حبيبي نعم. هيدي ما بتعرف تقراها انت ما هي؟ لا ما بعرف اقراها. انا حخليك تقراها. فرجيني عودة كيفك. لا تورجيني وشك والشركة ما ابدا. خذ الحكمة وعلق لي اياها بلعبتك مليح. يا عمي ليش هالناس فسروا هالحكمة كل واحد على هوا غايته له؟ ما الحكم هاي عملوها لحتى الناس تقتضي فيها وتمشي عليها. مثلا مثل حكمة بتقول من سار على الدرب وصل، من جد وجد، من راقب الناس ما تهمن، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. شو القصة ما بعرف. شكرا على هال يا عم لا حكايه.